أزول يثمس ويثمي عيزن إن ضفانغ ربداخ ثبذو تناري فينو أم صوضي كوم انتق ربدا صح ظنش تمزواروت نهارا نقد جموتي غد دكتور البركاني نوفال نتي جند الأخصائي ذي جراحة العظام ظلم فصيل مش دوم النيغ الطاسني وذان وغاسبور سنين ضم الزيان ضم قران إيصح ذا الزداد مرة يدور يستشا صرح ريق المفسر سويني نعرز في تذنيتا باش أكني ونسع سكين وتبع ما شكد شم سنغي لمرة توعظ سنغي لمرة ثقار منا منا يزي تحسيغ كوشي تقسي نعرزغ إن مرة ذي ورن سحساث ماني ما نقيم. شكرا ذم زواروت الدكتور سينوفال اتقذك سوطاس خواح بزينغ باش تصاغ تفوت خيث مثنغ غذا خرني غاج ماضير بحارث اول نشم زواروت سلمناسبة داكور السلام عليكم نش دكتور البركاني نوفال اخصائي لجراحة العظام المفاصل اول حاجة تحاوغ ساكنا النضاء خاصة والاقاليم نهري في نغم مرة وسلم غريبة عامة دونك نهارا نشينا السيور بداخل ألم مفاصل من هنا ألم مفاصل ديج المرض يغاصة تصل الأسباب نطرق الأسباب من بعد يعني السيور سورتو تعريف الناس هو الأعراض الناس من هنا الأعراض باش نسمي المرض ذاك سنسمي بعدها أول حاجة الأعراض يعني ذي سطس أنواع الأعراض ديني مثلا الألم هو يعني السبب الأول رحريق الحريق ولا الالم الحريق يعني انسان يتشلشص الحريق القراش قانش دي الحريق يسني انواع يعني الحريق يعني انسان وخا يقيم يعني مرتاح يقيم انت تحسس الالم قايت تحسس الحريق القراش كيتقسي مشانه كيتقسي المفصل كيتقسي وزدي كيتقسي وديني الحريق اللي تسنس الحركه يعني خصنا نفرق مهم بور كيكون مرض من بعد كنطرق منايا كل نوعين الحريق تري السبب الناس مختلف وتجيبونا وغتسمو نفس الاسباب اذا دونك اول حاجه هو الحريق ذني من بين اعراض يعني ذني الحريق نسي والخاس ذني مثلا العياء قارش الانسان قا نهار شويه المجهود قا هكذا ولكن تحس خفينه وحراق تقصن يعني تحس خص المفاصل وحران اخون خفي وزما يعني ولي سنبوجه يعني قواني تا يعني يعتبر من الاعراض تمازي العلامات الانسان يبتيز يعني انه كاين مشكل يعني انسان عادي نورمالمون تحس بوس شان العياء بيجي المفصل نغدي اثنين المفاصل يعني ما تحسش العياء ما يجيش نص المره ما بوركي ديال المجهود فقا عادي ولكن باش يجيو مشان بالضبط تحس زي قراش قا مثلا فودينو قيحال تاع شي يفشل قوي منع تاع شي مثلا ويمنع بوي ويخف الناس يعني فودينو يتيرا ويتفو يعني يوف يوف مثلا حتى بيان سور مزيان سورتو قراش قد تشوفو يوف فرنتا يعني مره ما نيتيش الانسان يعني خص الانسان يعني يسوشي جن الاهميه اللي يحاول يفهم يعني خص يستشر الطبيب النس اللي غزا الطبيب النس باش يستشر كيس باش يحاول هذه السم من مشكل غاس ما مانية عادي نغوا تجيبو عادي بوركي مرة نكتشف المرض زيش ممكن نقل وقايه ممكن نقطص الحوايج وتجربنا وضعج المراحل متقدمه زي المرض اذا زعما رانيني الدكتور النغبي اللي ذيني اثنين الانواع يجان ان الاعراض يخص الانسان هذا سنيار ثينيث ذيني يجن رحريق يتاز الدم النواها هاتيري ثقيمة بلا ما تقيد الحركة تحسي باللي ذاك رحريق ويستناين هو تيري الإنسان يقشن الحركة يقشن الجهد بدني أو عناس يتحس باللي تقساس شو مشان دون غيره ذي الجسم نس تماما الخو باش نسيرخ الأعراض نسيرخ المسببات يعني خل الأمراض يتجن يتسبب الألم المفاصل الألم المفاصل ذي السبب الأول هو مثلا المجهود يعني الانسان يقاش مجهود بدني يعني يمغى شويه وكتازي العمر نس كتازي الطاقه نس يتسبب مثلا شن جروح
بليغة مثلا ديال المفاصل غادا آخر المفاصل أنا غادي تتصل أنا بوكاكوش وين تسمى بوكاكوش والظروف أنا غادي مجسقا ليغامون يعني الأربطة أنا غاتصن المكونات تقاتل المفصل غادا آخر دونك ممكن تنقش الحركة الحركة اللي تسبب جروح في جنزي مكونات المفصل يتدي السبب يتسبب الألم للإنسان وش الألم يعني يتسبب الألم الحركة الألم يعني المرض الميكانيكي يعني المرض الميكانيكي وذين المرض الالتهابي داكور دونك المرض الميكانيكي يعني راشام جرح مثلا خمي يقار غدا آخر خمي يقار إنسان يستندفيت يتقاس الألم زين قراش خمي يقار يتقسل ماشي هذين الأمراض الالتهاب وخا الانسان يقيم امشي نقي يرد وقيت وزويز بوركي راس مشكل ذي الدم يعني مثلا امراض الروماتيزم شنو تسمى بوجدجوم بوجدجوم اللي ستصل انواع شنو السور بصفه عامه يعني امراض بوجدجوم غنخصص من بعد ان شاء الله الحلقات ديال الروماتيزم من بعد دونك بوجدجوم انت تري التهاب ديال المفصل يعني انسان واخا يقيم واخا يحرك شاب قيتي ليس الالم فهمت ميمي بوركي غنغل المناعة النغ تهاجم في المفاصل النغ يعني توقع يجن خلال دي المناعة المناعة تهاجم في المفاصل تعتبر كأنه جسم غريب ودونك تغسطر المفاصل النغ تغسطر يعني المناعة انت في يعني تضرر المفاصل النغ ثاني توخى الإنسان يقيم وخوه يقول مجهود يتشى سرح حريق يجن زي الأعراض يجن مهم عجينا قونسي والبخاس هو خميني الإنسان يتفقد غصح يتفقق قراش قتفق سخفينو بلوكير تاشا سخفينو بلوكير حج منش الدكتور الصراحة خمين تكارا غا الصباح يعني بنامي تاشا كيخفن سيار زمارة رازي خصت شوية جي مدعا يتنظرق على قراش قصارحة قد ورغم لك سي مراد دي الحلايق خصت شوية التحاليل الدم بوركي مانايا زي الأعراض الروماتيزم فهمت والروماتيزم تصيب ذا قراصن جن الخطأ تغرصن قر الروماتيزم يرقف يوذاني مغاروها السورة جنا يعني الألم الميكانيكية ألم مفاصل الميكانيكي تري سبب النس إما مثلا شان الحركة شان المجهود يعني مش تسبب شان جرح ذي مكونات المفاصل غدا خرجت يتكنن على الألم لأن ذي الأسباب الميكانيكية لأن مثلا الوزن الزائد الوزن المفرط إنسان ينصح شوية دونك المفاصل مسكسين يجي تقرضا مقرا دونك وقت لو كارتيلاج بوكاك وشني يمحى يطاح شوية ينقص البوكاكو شنو قوي خد شفشا يعني خمين يطاح كيروح دونك الانسان خصو يحاول خاص فهمت دونك خمين يطاح يمحى بوكاكوش اقرو وقت يتذكر يغص يحكم يغص خمين تكو مرحله يغص يحكم يغص الالم تريج الالم حاد يقسى الم تم قرانين يتصل من الحاله في نظريفا يعني وذان مساكني وظن انه زمان كان بدن وزمان كان ذويا ذي الحاله اللي قد حدا جان العملية يعني استبدال مفصل تجن عمليا استبدال مفصل تجن مفصل اصطناعي باش الإنسان زمان يقبل حياة اليومية والله يبعد الإنسان خمانية مرة يعني اسمي زي الوقاية قد مهمة دونك ديني الألم الميكانيكي يعني ديني الألم الميكانيكي ديني أخر ألم الالتهاب يعني أخر نعذو غل مرحلة يعني يعني الصين في وستنين والصين الثاني من الألم اللي هو الالم الام دولور دو روبو روبو يعني الام في وقت الراحه ولا الالم الالتهاب الام الالتهاب تري الانسان واخا يقيم فهمت ممكن يحس الالم في المفاصل توزويزا الشتم الحركه ثاني الالم ولاني واخا يقيم كيتحسس الالم يعني الالم الميكانيكي تسند غادي الحركه وكيش مشكل ميكانيكي فهمت يعني الحركه باش الالم الالتهاب واخا الانسان يزر الرقام الناس ممكن يحس الالم المفاصل وني غاسطات المسببات لاني شنو تسمات لي زارتريت انفلاماتوار يعني التهاب المفاصل التهاب المفاصل هذيني روماتيزم يعني روماتيزم بس الانواع نسمى مرة لا اس بي ا البولي ارتريت روماتويد ارتريت جوفينيل يعني تصن الانواع ديال الامراض وكوريجين تحاليل الناس وكوريجين تقريبا دوانس دونك ذيني لاغوت لا غوت جن نهرج عطسني وذان وستين نقرص يعني وذان مثلا يتستغل مثلا تكونسومان اللحوم الحمراء تكونسومان الأغذية جن غنية البروتينات مرة من يعني مواد نقا تحول الجسم النغ إلى سيديوغيك الحيض لا سيديوغيك مثل اللغة العربية إجل الحمض يتكون يتكون جسم الإنسان بركي خمين الإنسان خمين تتصل البروتينات
الحمض اللي يتكاثر في جسم الانسان الحمض اللي من يطيح يطيح على المفاصل يتكون ديني الشغل اللي كريستو الشغل تزرع ديال المفاصل دونك تزرع اللي جا الحمض المفصل تقنت الالتهاب داك الانسان مثلا يقراش كتقص ليه المفاصل تما قال التحليل ديال فمن راسي جوريكني اللي كاع على الطاس داكور دونك تما لا تريت ميكرو كريستالين ديني لي سانتيف الطاس الانواع من غير المقروط قال لي الطاس الانواع وزعما ترقي كل شيء بوركي انا في دي لي ديتاي مي جينيرالمون ديني ثلاثه الحوايج خص الانسان نتيسن الالم الميكانيكيه الالم الالتهاب المجلس قام لاخت ميكرو كريستالين يجن تي لي راغو دي نقرص داكور دونك مالا نخص عندك صوريف اكيد انه وري يزيد والمعلومات توطس الدكتور النغ ويمسح حساني غير مضفع النغ اكيد كل يجن قيع الرثينيس رخوان سيور خمامش غنقنق الوقايه يعني خصوصا دي تمسرينا باش تسمى الانسان اذيازر خص حظ النص قبري غير يعذر وقت. داكور دونك باش نسيو في الوقايه السؤال اللي جا مهم وانت الفقره المهمه اللي مارا اللي مارا لو ديسكور يعني ديال هذا غير هو الوقايه احسن من العلاج. دونك بالنسبه للوقايه بالنسبه للامراض يعني الالام الميكانيكيه يتجان اما السبب اما مثلا شان تشتي شان يعني شان ضربه ذي المفصل ني شان الحركه وجبو التنينتات الاجهاد يعني الفرصه خل المفصل من الطاس ديس ديني عاود ديس حتى لاختروز يعني تاكل المفاصل اثنين وثن ديال الالام الميكانيكيه دونك بالنسبه بيان سور البروميير فولي يعني يعني الالم اجن السبب مثلا هو شان تشتي مثلا ديال فود من الفرصه خيخ فينا من الاحسن الانسان هو يتبو شان حاجتك فوق الطاقه نس يعني حتى الرياضه الصباح وريني الرياضه الزائده ولا المفرطه تيري شيمان غاس ضرك تازي من تنفع سواء تشوف بانه نشين البشر خلق صلة بالعالمين باش نفنى مره نفنى دونك جسم الانسان يشس ربي جن القدره الشفاء وليني يشس قدره محدوده باش بركي يشتبه انه جنهان نوض مره انمث دونك خص الانسان يدير بها بالنسبه لانه جسم الانسان اللي يحاول خاص قبل الامانه خاص يجن القدره محدوده للشفاء اللي يحاول خاص ويتبوش نحاش كتاسي الطاقه نس دونك نسيوخ المشكل يعني الاصابات اللي توقع بها الرياضه ديني نسيوخ المشكل لاختروز هو تاكل المفصل تاكل المفصل يخص الانسان اول حاجه يخص الميزان وزن المفرط ما راهش الميزان المفرط وزن المفرط يخص يسنقص الميزان تخصص ضعف هذه كاع الريجيم الرياضه في حدود المعقول تصبح المفاصل يعني مثلا الحركه يش 2 3 يعني يسمعنا يفرغ الانسان يجن 20 مينوت تدوية شويه هذيك شهر رياضه معقوله فهمت وجوا رياضه يجن قصر ليس الجهد يفرغ يوميا يتفرغ يتزر لا يحاول شويه داكور دونك احسن طريقه للوقايه هي من هي وغادي نقول شي حاجه تنقل شي حاجه بسيطه لازم تبدل ديال حياتنا ولاني غاسجن في عظام قران من بعد والانسان يتوبخ في صدام الزيان هذه غزار من بعد يعني من بعد 20 سنه من غيري دونك باش يكون صاحب الانسان اللي فكر كنا غزال بالنسبه للترقي للصنف الثاني الالم المفاصل هو الالتهابات المفصليه يعني بما يسمى الروماتيزم بوججو بالنسبه للروماتيزم احسن وقايه هو تكتشف بانه تهرشس الروماتيزم اول حاجه قطصني وذان تقسم المفاصل يقراش اي واقع يمكن نهارك سير شويه نتقر وهي الشادير مليح ما لا تشي سيخنج بانه وجه المفصل بالضبط الجن يتقص كونها ني واخيت كنفخاش يتعقد نفس المشكل هي نفسه مشى ني مثلا تشي بانه وطس المفاصل تقسم في نفس الوقت ني تشي مثلا شني لا جينسي مور تفكر غاس صح تشي سيخنج بانه في بلوكي يخصش تقد يعني تزاد الدكتور نش تقد يجن فحص طبي اش يتاشن التحاليل باش يتاكد بانه غاشبر الروماتيزم الروماتيزم من تكتشف فيه في فمزي نكتشف فيه يعني هذه البدايه النس ديني ادويه يتجان تجانا باش واش المرحله بركي نتا بوجدتهم امسكو التونسيون يجن المرض وغاصبو بالدواء يعني اللي قيم حياه نشتك مرق قدايش والمشكل انه من يطيح يتراكم يطيح يعني
يعني الناس يوكسبوا الادويه نسان قبايني يكون يعني يكون انه المفاصل الغاصه مره هذا بدل من بعد تكورنت ولا شن شن الشباب مساكن 90 مثلا 39 سنه 40 سنه 30 سنه يبدا يتبدا المفاصل ما يمكن بركي 20 سنه تبغي تغير الهراش وزياري بورخرا يقيم قراص لا معليش نهار في الشمال معليش معليش ويكسبوا الادويه الناس يجي المرات اك ستريس سورتو اك ستريس دي زمان اك ستريس الخدمه في الطاس دونك المرض غيا يعني يتتس المفاصل الناس دونك اول حاجه خص الانسان مما يوفى يحس شي زعما شي جنس الاعراض هنا الالم يعني لو مومون اوروبو يعني الالم في الراحه واخا يزال تحسس الحريق مرشا المفصل يتقساس كون واخا يسخس الدواء يتقن فيتعقب تخاس مرا مثلا يتحس بانه الطاس المفاصل تقسنا في نفس الوقت يعني مثلا يتشى بانه يتفقغ الصباح يتشى خمس مخشب يعني زيار يشاف خصه يسالو باش الدكتور نسى سته التحاليل مرا ياكد بانه غاس المرض ممكن الدواء نسزيش ممكن يعني يتفادى هذه الغشاء المراحل المتقدمه المرض قيم نقرص لاغوت لاخيت ميفو كريستالين النقرص نتائج المرض غاس علاقه بالتغذيه اقول ريجيم اليمونتير قال حياتنا يعني الانسان يجي تغذيه متوازنه صحيه ويتق سبورنز في الوقت يعني بنظام بنظام ولا يعني بنظام ولا يعني يعني تجيبو فرصه فرصه بوخي 15 الانسان جينيرالمون كيتيري مليح يعني انسان يتم تكثر اللحوم الطاس اللحوم الحمراء يتم يسلمني جنيس نتا دونت الطاس يكسي فواكه الطاس يقراش قرات تطرح قفر وتاقة تطو مثلا هذه اللي شو اللي شترهن ترهن تخوخاتين ترهن تلشين دقما مانايا ماشي معقول فهمت اجن الفاكهة انها كافية اجن الفاكهة انها ما يسوي من مليح بنادم مثلا يوفان يهرشن مساكن مرض النقرس يعني تعانى الزايس تسون والماس نير لود فيشي فهمت لود فيشي قد تنزل اطاح بغا فحان تقاسم لود فيشي قد تافد بركي يسال بيكربونات كونتر لاسيد يوريك ذيني مثلا ممكن هذيك يجن شويه نهار رياضه هذي فوق هذي حاق شويه هذي ضعف هذيك شويه نهار ريجيم باش هذي ضعف كلشي مانايا مريقه مانايا قاتلني محمي زي الامراض هنا ماشي مالا تقول العكس مانايا il faut s'attendre et même avec Rajab et nous avec les maladies donc هادشي اللي كاين تقريبا الادويه موجوده المرض الحمد لله العلم الطوا الطب الطوا يعني نهار هذني الادويه في تقريبا كل مرض غاس الادويه هذني شن الامراض غاسبوا الادويه قال غاس ان شاء الله قال الابحاث قاتلين يوميا الابحاث باش هدف باش نحاول نحسن زي la qualité de vie يعني زي الحياة الساكنة دونك نهار أي مرض تقريبا قراص الدواء نص ولأني مش نايا تجينا وقايته خير من العلاج من الأحسن الإنسان السكر بويخ في نصغر الحالة اللي بتدخل عملية اللي غادي بتدخل الدواء وتتوشى بأنه مثلا قد دواء قدر أنت ينفع حقا مشى غاس الاعراض الجانبيه غاس تصنع مشاكل يعني واحد حمي يتفادى الادويه مزيان باش نتفادى الادويه يخص نستغل النصائح يخص ما نشا المرض يخص نكتشف زيش باش نفهم دواء الوقايه قبل ما ندخل العلاج دونك هادشي اللي كاين ونتمنوا اني نشرحهم شويه نقربهم شويه للمرض باش تفهمهم ونتمنى تري نعاونك مني ونهاركم مبروك السلام عليكم. أتقذك الطاس الدكتور نغي عزن سينوفال البركاني ميسن طمعنغ السواري السنغ وانت زي الطاقات الشابة العلمية هيدي معني نغث ندين تنا النظار ريزي أنا عفع أجديف خميدة سنس حسا وزي سن رمض الطاس ويا وراني يشكد شم يمام بابين ويعزن ماني مهتم غذا خرني غجم مضير بحار السلام عليكم ما كيرو يجو مرقين نغنية كيجن تخصص النغنية أكيد مثنغ إذ بيبن نيرس انت مازيخت